ودلوقتي نروح بقى مع حضراتكم لأهم المانشيتات في الصحافة الرياضية النهاردة، هنقراها عبر السكايب مع الأستاذ محمد مصطفى الناقد الرياضي، وهنتابع أهم الأخبار كمان الرياضية المختلفة في الصحف المحلية والعالمية. يا أستاذ محمد، صباح الفل على حضرتك. طيب أنا هعلي صوتي كده أحسن؟ تمام. أوكي. طيب هو حضرتك فين يا استاذ محمد؟ انت متواجد فين دلوقتي؟ انا اسف في مشكله بس في الصوت، انا مش سامع كويس. لا اصل لو عليت صوتي اكتر من كده يا جماعه تبقى مشكله. طب ايه بقى؟ طب استاذ محمد الصوت كده تمام؟ تمام، انا هحاول اسمعك، هحاول اتعامل. تمام. طيب على كل حال هروح معاك اول حاجه ليلا كوره، وخلينا نبدا بالمانشيت. طبعا احنا بنتكلم هنا عن التحكيم او الحكام، طاقم الحكام. محمد عادل بيدير مباراه الاهلي باذن الله والاسماعيلي، ونادر قمر حكما للزمالك وسموحه. ناس كتيره جدا من جماهير اي نادي بيبقوا عندهم ترقب، مين الحكم اللي هيدير هذه المباراه، مين الحكم اللي هيدير المباراه اللي انا بنتمي للنادي بتاعه. ففي كده تخوف الى حد ما، ده يمكن راجع لاسباب في المواسم اللي فاتت علشان الاخطاء التحكيميه. اتمنى يكون الصوت واصل، اصلا مش عارفه ازعق اكتر من كده، الناس هتخاف. فيعني خلينا نتكلم في فكره طائم التحكيم لو صوتي واصل. استاذ محمد اتفضل. تمام، يعني عشان الصوت ضعيف شويه، انت بتتكلمي عن الخبر المنشور على موقع يلا كوره عن الحكم محمد عادل حكم مباراه الاهلي والاسماعيلي اليوم النهارده في افتتاحيه مواجهات النادي الاهلي بالدوري. ان شاء الله تكون مباراه موفقه لمحمد عادل. محمد عادل كان حكم مباراه الاهلي والزمالك اللي انتهت 5-3، ثم ابتعد فتره طويله المده وصلت ل 8 اشهر ما بيحكمش اي مباراه للنادي الاهلي، حتى ان النادي الاهلي استفسر عن سبب غيابه عن اداره مباريات الفريق، ثم عاد وأدار مواجهة الجونة ومواجهة المقاولين العرب. محمد عدو أحد الحكام المميزين والجيدين جدا في الدوري، التحكيم بيعاني بعض الشيء، ولكن يعني بنحاول نمشي الأمور وإن الأمور تمشي ويحصل تحسن في أداء التحكيم. ونتمنى طبعا أن الدوري الموسم الجديد يكون خالي من الاخطاء التحكيميه، عايزين جو هادئ ونلعب كوره زي الكوره اللي بنشوفها في اوروبا في اجواء هادئه نسبيا. واهم حاجه طبعا العداله التحكيميه، لان هي دي اللي هتهدي الاجواء لما كل واحد يكون واخد حقه في المباراه. النادي الاهلي طبعا انطلاقه مباراه الاسماعيلي هتكون الساعه 5 في افتتاحيه مباريات النادي الاهلي للدوري الجديد. الاهلي طبعا هو حامل اللقب القياسي لبطوله الدوري الممتاز 42 لقب، وطبعا تاريخ مواجهات النادي الاهلي والاسماعيلي تاريخ كبير وطويل وعريض جدا، فريقين كبار، والنادي الاهلي هو طبعا البطل التاريخي. اكبر مواجهه او اكبر نتيجه حصلت في تاريخ مواجهات النادي الاهلي والاسماعيلي طبعا كانت في زمان كابتن صالح سليم سجل سباعيه في فوز الاهلي 8-0 في الخمسينات، ثم بعد كده الاهلي فاز بالسداسيه مرتين، ومرتين كانوا في الاسماعيليه، مره 96 الجيل بقى اللي كان بيضم ابو الذهب ووليد صلاح الدين وهشام حنفي، وطبعا مره ثانيه جيل 2004 2005 مع الجيل الذهبي لجوزيه ابو تريكه وبركات، وبركات المباراه دي سجل هاتريك في شباك النادي الاسماعيلي. ان شاء الله نستمتع النهارده بمباراه جيده وتكون انطلاقه مميزه للنادي الاهلي في بطوله الدوري الممتاز هذا الموسم. اهم حاجه العداله التحكيميه بصفره طبعا محمد عادل اللي هيدير المباراه ان شاء الله. طيب وعلى ذكر المباريات الجيده، بكره ان شاء الله في مباراه متوقع ان هي تكون كمان اكثر من جيده، هتجمع بين ليفربول وويست هام، والعنوان او المنشط الرئيسي في موقع بطولات. لا علي هو مش سامعني؟ علي طب بص، هو انت مش سامعني وانا مش سامع حاجه من اير بيس، فان شاء الله فقره ناجحه. طب هعد لك تاني. انا بكلمك على موقع بطولات، المنشط الرئيسي فيه بيتكلم عن محمد صلاح، بيقول محمد صلاح يطارد انجازا جديدا مع ليفربول امام ويست هام، وانت طبعا عارف ان بكره ان شاء الله في ماتش ما بين الفريقين، ومحمد صلاح بيتطلع لاحراز هدف عشان يحسن كمان من ترتيبه في قائمه اكثر اللاعبين احرازا للاهداف مع ليفربول على ارضه. هو دلوقتي لو بكره سجل هدف ممكن يكون متفوق بقى على جيرار ويطلع للمركز الثاني محمد صلاح، فتعليقك على هذا المنشط ايه؟ طبعا هي مباراة مهمة لليفربول ومهمة لمحمد صلاح. الأسبوع الماضي كان أسبوع تحول بالنسبة لليفربول هذا الموسم، وتحول لمحمد صلاح بعد بداية سيئة جدا. نادي ليفربول كان من 21 أو 31 أغسطس كان محققش أي فوز، تعادلين وهزيمة أمام أرسنال، والكل كان بدأ يفقد الأمل في إن ليفربول حتى يخش في التوب فور
في انجلترا، ولكن الفوز امام رينجرز في دوري الابطال بسباعيه وتسجيل محمد صلاح لاسرع هاتريك في تاريخ دوري الابطال، ثم الفوز امام مانشستر سيتي واسقاط مانشستر سيتي للمره الاولى هذا الموسم. مانشستر سيتي الموسم ده ما خسرش الا مباراتين، ماتش الدرع الخيريه وماتش ليفربول في الجوله اللي فاتت في الدوري الانجليزي. عمل تحول وطفله ليورجن كلوب وليفربول وطبعا محمد صلاح اللي سجل هدفه ليصبح ثاني اكثر الهدافين في تاريخ ليفربول بعد ما تجاوز جيرارد ب 121 هدف، يبقى بس السبع اهداف علشان يكون الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الانجليزي ويتجاوز فاولر. كمان النهارده لو محمد صلاح سجل هدف هيفض الشراكه مع جيرارد في ثاني اكثر اللاعبين تسجيلا بس على ملعب الانفيلد فقط. لو محمد صلاح سجل النهارده هيكون المركز الثاني منفردا ومغردا طبعا ورا روبي فايلر اللي كان مسجل زياده عن محمد صلاح دلوقتي 15 هدف داخل الانفيلد، ولكن اجمالا سبع اهداف تكفي محمد صلاح لتجاوز فايلر في الدوري بشكل عام. ليفربول النهارده لو فاز المباراه دي هيكون في المركز السادس ورا مانشستر يونايتد اللي عنده نفس الرصيد، ولكن يونايتد النهارده هيقابل توتنهام في ماتش صعب جدا. توتنهام في المركز الثالث برصيد 23 نقطه، عايز يفوز عشان يطارد ارسنال ويتجاوز مانشستر سيتي كمان في الوصافه، وكذلك مانشستر يونايتد عايز يفوز عشان يبقي نفسه قريب من التوب فور. السنه دي الدوري الانجليزي مشتعل ومختلف شويه، ارسنال موجود في الصداره، ليفربول متراجع، ولكن زي ما قلنا الاسبوع اللي فات ان شاء الله دي هتكون انطلاقه جديده لمحمد صلاح اللي دايما مشرفنا وطبعا موجود في جوائز دوليه كبيره جدا كنا بنشوفها زمان، وبنتمنى بس ان احنا لعيب مصري يخش في القوائم اللي هي ال 30 او القوائم المبدئيه، ولكن محمد صلاح رفع سقف طموحنا وبقى يتواجد في التوب 3 والتوب 5 كمان. رائع جدا. خلينا برضو مش هنبعد يا استاذ محمد عن ليفربول ومحمد صلاح، بس من ليفربول هنروح نتكلم شويه عن يورجن كلوب طبعا، والحدث اللي كان كبير جدا من يومين تقريبا وفكره طرد يورجن كلوب. لا ايه بقى، مش سامعني ولا سامعني؟ سامعك. اوكي. مطارد يورجن كلوب طبعا بعد ما هو ما تعداش على مساعد الحكم، لكن هو يعني كان في صراخ، كان في كده شد مع طبعا مساعد الحكم في اللقطه الشهيره طبعا لمحمد صلاح، فهو كان اعترض بشكل كبير جدا. ناس كثيره جدا بالمناسبه سندته مش بس من عشاق او مشجعي ليفربول، لان اللقطه كانت او يعني الحركه كانت مش محتاجه اصلا حكم، مش محتاجه فار، مش محتاجه حاجه، هي بالعين المجرده كانت باينه انها فاول. على كل حال طبعا زي ما احنا عارفين المنشات هنا بيتحدث عن ان الاتحاد الانجليزي المفروض ان هو بيمهل يورجن كلوب يعني فرصه حتى يوم الجمعه عشان يوضح اللي حصل بعد ما تم طرده طبعا بسبب التعدي او الصراخ اللي حصل من عليه من مساعد او منه من على مساعد الحكم. بتشوف اصلا في منتهى يعني الصراحه او بمنتهى الصراحه اصلا يورجن كلوب غلطان في رد فعله ده او لا؟ ده رقم واحد. رقم اثنين الاخطاء التحكيميه، واحنا لسه بنتكلم في هذا الملف، الاخطاء التحكيميه اللي في الدوري الانجليزي اللي اصبحت يعني مبالغ فيها شويه هذا الموسم، هي كانت موجوده بس موجوده بشده دلوقتي وفي وقت قصير جدا منذ بدايه انطلاق يعني الدوري الانجليزي، بتفسرها بايه؟ اتفضل يا استاذ محمد. في الكره الانجليزيه مختلف عن الكره المصريه، مختلف عن اي كره في العالم، لانه كل كره وليها طبع. الكره الانجليزيه شويه اللعب فيها خشن، اللعب فيها في قوه وضرب اكتر، ولكن كان في تجاوز شويه في الكوره بتاعه محمد صلاح وبرناردو سيلفا اللي شفناه ان هو شده من التيشيرت بشكل يعني مبالغ فيه جدا، ورغم كده تجاوز عنها بالزبط الحكم. على جنب تاني بالمناسبه جوارديولا ما كانش مبسوط بالغاء الهدف برغم من صحه القرار الحكم وقتها بالغاء الهدف، ولكن في النهايه كل مدرب بيحاول يدور على مصالحه ويدور على ايه المناسب ليه، ولكن بالنسبه لكره صلاح وبرناردو سيلفا فهي كانت واضحه وضوح الشمس بالزبط. ده اللي خلى يورجن كلوب يكون متنرفز جدا على الحكم المساعد ويحصل على البطاقه الحمراء. حتى ان يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراه اتكلم على انه ممكن يكون رد فعله في تجاوز او ان هو حاول ان هو يعني يهاجم الحكم، ولكن بيقول ان انا ما تجاوزتش ضده بلفظ خارج او اي تصرف ممكن يكون مشين، ولكن يعني قال بنصا انه الكره دي يعني هتولي كوره زي كده ما بتتحسبش، الكوره زي كده اكيد لازم تتحسب فاول. الغريب جدا ان هي ما تمش احتسابها، حتى شفنا بعدها مشاحنه او مشاده ما بين برناردو سيلفا اللي كان متعصب جدا نتيجه التاخر في النتيجه، ومحمد صلاح اللي عنده ثبات انفعالي غير طبيعي، لاعب عالمي
جدا. ولكن طبعا المفروض ان يورجن كلوب هيرد على الاتهامات الواجهه ليه الاتحاد الانجليزي بحد اقصى يوم الجمعه القادم، وبناء على ردود فعل يورجن كلوب او رد يورجن كلوب على الاتحاد الانجليزي هيتم اتخاذ القرار، سواء اذا كان ما فيش عقوبه او اذا كان هيكون في عقوبه ايقاف او حتى غرامه ماليه فقط. والاغلب ان في الامور اللي زي كده بتروح لغرامه ماليه، قليل جدا لما بلاقي مدرب في الدوري الانجليزي بيتم ايقافه، خاصه انه مش هيتم ادانته بفعل مشين او بلفظ خارج. هو كان فكره يعني الحماس، حماسه الملعب، وان الكره فعلا كانت تستحق ضربه حره لصالح محمد صلاح ضد برناردو سيلفا. معلش انا عندي نقطه بس كده، الموضوع سو انفير بصراحه. يعني العالم اجمع، العالم كله يعني شايف ان دي غلط من مساعد الحكم، صحيح، والعالم كله بيقول ان يورجن كلوب، او يعني نص العالم بيقول لك يورجن كلوب تصرفه طبيعي لاي مدرب في العالم، اي مدرب اكيد هينزعج من من قرار زي كده لاي حكم. ورغم ده، ورغم ان يورجن كلوب اتطرد في الملعب، كمان ممكن يعني يلقى عليه غرامة أو عقوبة أو إيقاف؟ معقولة؟ ممكن عشان رد الفعل. يعني هو في النهاية الاتحاد الإنجليزي بيحاول يدور على الانضباط حتى في حالة أخطاء الحكام، بس هم عندهم على الجانب الآخر اعتراف بالأخطاء. سهل جدا أن الاتحاد الإنجليزي يطلع بيان يعترف أن الكرة دي هدف، أو أن في خطأ من الفار في حساب الكرة دي، وبنشوفها كتير جدا. والحكم نفسه اذا كان في عقوبه عليه بتعلن، لان هما في النهايه هما بيحاولوا يطبقوا القانون بحذافيره على كل الجوانب، سواء على مدرب، سواء على نادي، طيب، سواء على حكم. ما هو ده، هي دي النقطه، في الجوانب كلها هي دي النقطه. استاذ محمد، هل في حد سال او يعني في حد بيحقق في قرار مساعد الحكم اصلا، ولا الموضوع عدى عادي؟ اي موضوع في الفاول اللي ما اتحسبش، هل في حد بيحقق اصلا مع مساعد الحكم؟ طبعا طبعا، الصحف الانجليزيه كلها والاعلام الانجليزي كله اتكلم على انه في خطا، بس هو الاتحاد الانجليزي مش هيطلع بيان على خطا في ضربه حره. يعني ربما دي ممكن يقول لك نعديها، ولكن لا، يعني الاتحاد الانجليزي دايما بيتدخل او بيعلن انه في اخطاء لما بيكون الامور فجه قوي بتصل الى حد تغيير المباراه، تغيير سير المباراه، بطاقة حمراء مثلا خاطئة، هدف ما تمش احتسابه، هدف تم إلغائه، والفار ما كانش مظبوط فيها. ودي حصلت السنة اللي فاتت، أظن كانت مباراة توتنهام، وقتها اعتذر الاتحاد الإنجليزي واعتذر في أكثر من لقطة، ولكن ربما دي يعني كان خطأ في وسط الملعب أو قريب من ال 18. النتيجة في النهاية برضو ساعدت الاتحاد الإنجليزي، إن ليفربول هو اللي فاز في المباراة، الأجواء كانت مشحونة وحماسية، جوارديولا نفسه معترض وكلوب معترض، فممكن إن الأمور دي بتعدي الاتحاد الإنجليزي يقول لك ده خطأ ما فيهوش مشكلة إن إحنا نتجاوز عنه. زي ما بقول لك الكرة بتختلف من مكان لمكان، الكرة الإنجليزية عندهم سرعة، عندهم قوة، عندهم التحامات أقوى بكتير من اللي عندنا، فممكن يكون الحكم تجاوز عن اللقطة دي، اعتبرها إنه في شد ما بين الطرفين محمد صلاح وبرناردو سيلفا، وما خدش باله إن هي كانت شد مبالغ فيه من برناردو سيلفا. تمام، رائع جدا، نشكرك استاذ محمد على التغطيه الاكثر من رائعه. شكرا لك.